بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات القناه. وان شاء الله هنعمل جوله كده بعد الفطار، رايح مشوار كده في السريع هنشوف حاجه فاوريكم الشوارع بعد الفطار عامله ازاي. احنا كده في شارع سكه الويلي يا جماعه، اللي موجود في القاهره وعارف سكه الويلي. بص شقاوه العيال في الشارع، عايز يجري قدام العربيه عادي جدا ولا كاني في حاجه، الموضوع بالنسبه له عادي جدا. الويلة عند نادي مصر للبترول اهو، ونشوف بقى الدنيا فيها ايه. مشوا معايا شويه، انا قلت نغير شويه من القناه بقى ورا القناه لحاجه ثانيه احسن شويه ان شاء الله. شوارع القاهره بعد الفطار فاضيه خالص. بس سواقة وحشة أوي بالليل، ما بحبش أسوق بالليل لأن عندي حساسية من الإضاءة المفاجئة بالذات، واللي تكون ضربة في عينيا في الليل. بص الدنيا فاضية ازاي، دي القاهرة بعد الفطار ودي حدائق القبة. تمام، أنا طلعت طلعة غلط على فكرة، المفروض ما كنتش طلعت الكوبري. مش كده برضو دخلت داخله بنت لذينه، المفروض ما كنتش هاخد الكوبري. لا لا مش مشكله، ده انا هنزل نازله ايه؟ نازل عنب. يلا برضه مش مشكله. اه تمشيه وخلاص، الواحد لقى فرصه يتمشى. مش ببلاش، عايش عايش ايه التمسية مش ببلاش. خدت الطريق غلط قرب القبة. ماشي ده الخليفة المأمون. أسوأ حاجة في الدنيا إنك تاخد طريق غلط. لفة بنت لذينة مش حابب أعملها أبدا. مين يصدق يا جماعة؟ دي القاهرة بعد الفطار. النبي أنت نجم، أنت أبو عجلة برنس. Thank you.
الفور ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عايز اطلع على كوبري القبه. اخر الشارع ده. هو الشارع ده سليك ولا واقف؟ لا ماشي. في حاجه في الوش اهو مش عارف. والله؟ شكرا. لا اله الا الله. يا عم انا شايفه واقف. نظر ضعيف. احنا جنب القصر الموري في الحدائق. الناس اهي بتتمشى. مراد برافو عليهم. عقبالي ما اعرف اعمل زيهم. زفت بالليل اقسم بالله يا جماعه. انا السواقه عندي زفت بالليل فعلا. انا ماشي دلوقتي ورا اي عربيه بتهدي علشان خاطر ان انا ايه اعرف اشوف المطب. تخيلوا. عشان بس ايه بس الناس بتتمشى ازاي بعد الفطار. القاهرة كده الساعة 8 بالليل. يا سلام. مش شايف. شايف منين بقى؟ الراجل ده عشان قد انا بصيت بس وشفت. غير كده والله لو ايه حصل ما كنت هشوف. بصوا الساعة كام يا جماعة؟ الساعة العيشة الساعة 8 تقريبا ونص. ولا 8 ولا 10. 8 يمكن. مش عارف. شارع مصر والسودان. تخيلوا بقى. احنا يعني متخيلين الكارثه اللي احنا فيها. الشوارع فاضيه ازاي؟ ده شارع مصر بس كويس والله. برافو الناس بدات تلتزم يا جماعه. دي حاجه كويسه يعني. خدوا علامه حلوه يعني. الشارع ده قبل الكارثه اللي احنا فيها دي اقسم بالله زحمه موت. معرفش ضعف. التزمت الحمد لله. الناس التزمت. عايز اقول لكم كميه قهاوي هنا ومطاعم فاتحه حاجه سبحان الله. طبعا الشباب متجمعين طبعا في الشوارع عادي اهو. هيصه مع ده هيصه. العربيات مش كتيره قوي. الشباب ماشي واقف قدام الشوارع. بسم الله ما شاء الله عليه. Thank you.
ناس كتيرة ليه؟ هو النهاردة ايه؟ الناس ما بقتش كتيرة. الشارع فاضي خالص. شباب طبعا بس هو متجمع كده قلة أدب طبعا. ده 10 15 شاب متجمعين على جنب كده، و10 15 شاب متجمعين على جنب واقفين قدام القهاوي كانهم بيبقوا عليها يعني الكافيهات انها مقفوله. ده شارع مصر والسودان قضيه الاردن. تخيلوا بقى نطلع سيجاره بقى عشان ايه احنا زهقنا خنقنا. الناس ما هتتخنق، بص دكتور جاي عكسي. واخد بالك دقايقك وسنينك دقايقك. على تلت والمفروض فاضل تلت ساعة على الحظر. ما حدش شاف التوك توك ده بيزنق على التاني ازاي؟ ده شارع دير الملاك يا جماعة، فرع من مصر والسودان. توك توك ماشي برنس، والله برنس، واخد الشارع كله ولا عايز يعديني ولا عايز يمشي حد. يعني زمنه ده زمنه، نطلع منه بقى نطلع منه. الشارع ده حظر مش حظر، تلاقيه زحمة عادي. من شارع حيوي جدا بين بورسعيد وبين مصر والسودان.